طيب جهات طب المعنى. خليكي معايا دكتوره مهو موجه، بس ناخد اخر الاخبار من دكتور محمود عالم الدين. ابقي معي الدكتوره، معايا الدكتور محمود عالم الدين المتحدث باسم جامعه القاهره. دكتور مساء الخير. مساء الخير يا استاذه لميسه، اهلا بيك. يعني ما هي اخبار التحليلات والمسحات للطاقم الطبي، وما هي اخبار التحقيقات ايضا؟ يعني بالنسبه للمسحات والتحليلات، زي ما عرفنا انه 60 حاله في المستشفى من اهلنا المرضى اللي موجودين، كل النتائج الخاصه بها سلبيه الحمد لله. ويتلقون العلاج بشكل منتظم وفقا للخطه الموضوعه، سواء كان يعني علاج ام جراحه، ومع اتباع الاجراءات الاحترازيه. فهذه اخبار مطمئنه جدا، يعني بحب نقولها للناس. نمره 2، بدانا في عمليات اللي هي الكشف والتحليل لكل العاملين في المعهد من أطباء، وعددهم 750، ممرضين 600 عاملين، انتهاء من أمس واليوم الانتهاء من جانب منهم، ونواصل الأيام القادمة. وبمجرد الانتهاء منهم سيتم إعلان نتائج التحليل بكل شفافية وصراحة. يعني احنا ابتدينا بالمرضى وعملنا عملنا ايه، مسحات للمرضى يا دكتور؟ طبعا دول موجودين في داخل المستشفى، والمعامل موجوده والاطباء موجودين، وبالتالي فرصه ان انا يعني اتعامل بدقه ويعني شكل علمي ممتاز او متوفره، وفي متابعه كمان لحالاتهم طبيعيه، يعني فسهل جدا التعامل معاهم في هذا الموضوع. طيب احنا بنتكلم، حضرتك بتقولي هم 60 حالة، طب ماذا عن من ثبت ايجابيتهم بقى؟ كانوا 17 ولا زادوا عن كده ولا ايه يا دكتور؟ لا ما زالوا 17، تم نقلهم الى المستشفيات الخاصة بالعزل التابعة لوزارة الصحة، ولا ارقام جديدة حتى الان من اي اشياء في المعهد. وايضا يعني حضرتك لو هتسألي، لجان التحقيق بتقوم بأعمالها للكشف عما حدث خلال الأيام الماضية، ووضع يعني نقاط على الحروف فيما يتعلق بالأسباب، وإذا كان في سلبيات حدثت للاستفادة منها في الرؤية المستقبلية. وأيضا اللجان الخاصة بمراجعة كل بروتوكولات مكافحة العدوى وحماية المرضى والأطباء والممرضين بيتم مراجعتها بشكل مستمر. وأيضا على مستوى جامعة القاهرة هناك عمليات مراجعة لكل بروتوكولات مكافحة العدوى والتعقيم والتطهير، ويعني تم الاتصال بوزارة الصحة للحصول على 1000 كاشف حراري للاستمرار ودعم عمليات الكشف على كل الداخلين للجامعة والمتواجدين. بس بتأكد لي، يعني أنا دلوقتي عندي خبر على عهدة الشروق بيقول إن إحنا إنهم وصلوا 23 حالة، هل انت بتؤكد لي ان هم لسه 17؟ لا والله انا المعلومات اللي عندي، ولسه حتى كان في احد البرامج طرح هذا، لا توجد معلومات الا 17 فقط، لانه هذه الامور لا تخفى يا استاذه لميس طبعا، يعني اخفائها صعب طبعا يعني. طيب صالحنا اساسا. طب دكتور، ما هي صحه دلوقتي، في كان هناك اجتماع للجنه العدوى بالمعهد، وبالفعل احدى الطبيبات حذرت من هذا الامر وطلبت، وانا هقول لك بالظبط الاجتماع كان يوم ايه، وحذرت الدكتوره من لجنه مكافحه العدوى، وده كان يوم 9/3، يعني من شهر تقريبا او اكتر. أيوة. من تقريبا شهر، وحذرت احدى الطبيبات من انه لابد من اخذ مساحات، وان ابتدى يبقى فيه يتردد هذا الامر عن اصابه احد المرضى، هل ده دقيق؟ يا الحقيقه انا ما عنديش معلومات عنه، لكن حتى اذا يعني لم يكن قد تم وقتها، قد تم الان يعني. لا يعني ما هو تم، ما كمش وقتها وتم الان، ده مسافه طويله قوي يا دكتور. طبعا والله بصي، انا لست طبيبا في هذا الموضوع، ما اقدرش يعني احكم علميا، لكن اقدر اعرفه ان احنا الان في اجراءات شديده الدقه وشديده الحسم بتؤخذ فيما يتعلق بالتحاليل الكشف، ثم عمليات التعقيم المستمر ومتابعه المترددين والمخالطين، يعني حتى اذا كانت قد حدثت اخطاء او سلبيات بنستدركها الان.
امتى هنعرف نتائج المساحات بتاعة الطاقم الطبي كله؟ بمجرد الانتهاء منها خلال اليومين القادمين ان شاء الله. هل انا سالت السؤال للدكتور حسام ده امبارح وبحب اساله لك مره اخرى، هل رئيس المعهد الدكتور حاتم ابو القاسم هو رهن التحقيق ايضا؟ كل طبعا الموجودين في المعهد كلهم رهن التحقيق، لانه من كان على راس العمل فهو مسؤول عما حدث. بشكرك دكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة. أرجع تاني للدكتورة مهجة عادل رئيس قسم التخدير بالمعهد القومي للأورام.